الهوايه بخط الايد. المذكرات دي جاتلك ازاي؟ مش مهم جاتلي ازاي، المهم انا عايزك تساعدني ان انا افهم الحاجات اللي جوه. ليه ما كتبتش اسماء الناس كامله وحطت بدلها رموز وبس؟ كل الاسئله دي هجاوبنا عليها الدكتور النفسي بتاعها. احنا داخلين للدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى سافر من يجي اسبوعين كده يا بيه. عايزك انت ونهى وزكي في الارشيف. بدأت أعمل حفلات في بيتي وبيحضرها أصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامة، وفي حفلة من الحفلات حضرت صاحبتي ألف فيه ومعها جوزها الوزير بهنو. عايز أي أخبار حصلت عن حريق حصل في بيت وزير اسمه بهنو ومراته اسمها ألف فيه؟ الكلام ده كان في 2009. تعرض منزل الوزير بسيوني ناصر لحريق كبير أودى بوفاة زوجته الفنانة ابتسام فهمي مختنقة في غرفة نومها، والتهمت النيران المنزل كاملا. ألف فيه ابتسام فهمي. حضرتك عارف إبراهيم رشدي الصحفي كان عامل حلقات كتير في برنامجه القديم عن الاحتكار اللي حصل في الاقتصاد المصري، ولقيت حلقة منهم بيتكلم عن قتل ابتسام فهمي وبيقول إن الحادث ده مدبر مش عادي، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم. طيب ما لقيتيش حاجة عن جوزها الأولاني؟ ابتسام فهمي كانت متجوزة قبل الوزير راجل اسمه سامح زايد. يا رب إذا كنت بتعاقبني هو ملوش ذنب، عاقبني أنا. أنا جبت لحضرتك عنوان سامح زايد. أنا هنا عشانك يا أستاذ سامح. حضرتك كنت قريب من مريم رياض في أواخر أيامها، تفتكر هي انتحرت ولا اتقتلت؟ الحقيقة اللي أنا شفته في أيامها الأخيرة يخليني متأكد إنها انتحرت. طب مين ده طلقها؟ قال عشان عجبت واحد من الكبار. قال لي نبسوني ده ورا ناس تانية رباطية عايزين يتحكموا فينا وفي مستقبلنا وفي عيشتنا وفي أكلنا، حتى رأينا مش هنعرف نقوله. مريم رياض كانت نجمة، الجمهور كله كان بيحبها، ما فجأة مرة واحدة يختفي كل ده، طبيعي إنها تدخل في حالة اكتئاب. يعني انتحرت؟ ده بيقول إن مريم انتحرت. أنا لما رحت له قال لي ما انتحرتش ولا حاجة. مسك سعادتك. لا لا هلال ما حصلوش حاجة، هو ده اللي حصل سعادتك. ماشي أنا هعمل إيه دلوقتي؟ طيب هنتفق على حاجة. أنا هسألك سؤال لو جاوبتني عليه همشيك. مين اللي كلفك بمراقبة هلال؟ بمراقبة هلال مين اللي كلفك؟ هلال بمراقبة كلفك مين؟ أنا بقولها لك أهو بكل الطرق عشان ما تزهقش من السؤال. أنا مش هزهق، أنت اللي هتزهق. لو عندي كلام هقوله كنت قلته. بص أنا فاهم إن أنت خايف منهم، أنا فاهم الموضوع ده، بس اللي أنا مش قادر أستوعبه
ان انت مش خايف مني انا شخصيا. ضحكتني يا اخ وانا قلبي حزين. لا نتكلم جد بقى. مش ساعات بتشوف حد كده ماشي طول عمره في الصح والمظبوط، تحس انه ماشي على الصراط المستقيم كده، وبعدين مع اول غلطه بيغلطها بتحصل حاجه غريبه جدا، بيسوق فيها بيكمل بدل ما يندم. ما بيعملش كده، كأنه بيقول لنفسه أنا هكمل حياتي بقى وأنا وسخ، مع أن ربنا بيقبل التوبة مرة واثنين وعشرة. عشان كده بقى أنا أديك فرصة أن أنت تنضف، وأنا رأيي أن أنت تستغلها. أنا فاهم أن أنت خايف لحسن يوصلوا لك هنا ويقتلوك، بس واضح ان انت مش فاهم انت فين. صدقني انا خايف يوصلوا لك انت هنا ويقتلوك. مراقبتنا ليك مش من دلوقتي بس، ده من ايام قضيه شهاب حامد. طول عمرك بتحب شغلك. الواد اللي كان بيراقبني ما قالش حاجه؟ رؤوف لسه بيحقق معاه. المهم انت ما وصلتش لحاجه جديده؟ والله ظهور مصطفى مهران في البرنامج اكد لي على حاجات كتير لازم نلاقيه. احنا مش ساكتين، وزعنا نشرات على المطارات والموانئ، ولو فكر يخرج بره مصر هيتجاب. مصطفى عنده اجوبه لكل الاسئله اللي في دماغي. شوف يا هلال، طالما ما خرجش بره مصر يبقى هيتجاب. ايوه نهى. الو استاذ هلال، انا وصلت للمذيع ابراهيم رشدي. كويس. اهلا يا نورهان. خير يا حبيبتي؟ انا اسفه ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد يا استاذ منظور، بس انا كنت عايزاك تساعدني ان انا اقابل يسرى الدكروري. حاضر حبيبتي، انا هعمل تليفون لو وافقوا ونروح نقابله سوا. لا لا. ايه؟ اسفة بس انا كنت عايز اقابله لوحدي. حاضر يا حبيبتي، تحت امرك. بنتك انت ومريم. مريم رياض. انت مجنونة ولا شاربة حاجة؟ دي الحقيقة اللي خبيتها عنك مريم. ايه الفيلم الأجنبي اللي جاية تحكيه ده؟ روحي يا شاطرة تلزقي في حد تاني غيري. على فكرة أنا مش جاية عشان أخد منك قرشين. يعني انت مستنية بقى إن أنا أخدك بالحضن مش كده؟ يعني المفروض أي واحدة من الشارع تيجي تقول لي أنا بنتك أصدقها. أنا كنت جاية على أمل إني ألاقي حاجة صغيرة الأستاذ هلال كامل حسسني بيها، الراجل اللي عرفني بجد يعني إيه حنية أب في الوقت اللي أبويا الحقيقي بيتبرى مني. هلال كامل، ودي بقى لعبة جديدة بعدك تلعبيها عليا. روحي يا شاطرة بلغيه إن أنا مهما عدت السنين هخرج وهدفعه تمن اللي عمله ده، غالي أوي. وديني على الزنزانة يا ابني. أمال برنامج حضرتك اتوقف ليه زمان؟ بسبب قضية ابتسام فهمي، صح؟ أستاذ هلال، وجودك في مكتبي شرف كبير ليا، بس يا ريت ما نتكلمش في حاجات قديمة ممكن تضرنا كلنا. ممكن تضرك أنت. أنا لسه هتضر. وأنا برضو بتاع برامج مسابقات عن الفن والفنانين. أنا كنت زيك بالظبط، بتكلم عن الشوارع والناس ومشاكلهم. دلوقتي بتكلم عن الفن والكورة، وعندي استعداد اتكلم عن الطبيخ كمان. اهم حاجه النعيش. ومبسوط يا ابراهيم؟ الحمد لله،
اهم حاجه ان ما بعتش مبادئي. يعني انت دلوقتي ما بتبيعش مبادئك؟ كانوا عايزيني امشي على هواهم وانا رفضت، عشان كده قلت اتكلم عن اي حاجه ما فيهاش معارضه. انا مش جاي اضرك على فكره، انا محتاج لك بس في معلومه ممكن تفيدني في الحادثه بتاعت ابتسام فهمي. اوعدك انك هتبقى بعيد عن الصوره. ابتسام فهمي عملت محضر في جوزها الوزير وكانت طالبه الطلاق. والمحضر ده اتسجل؟ المحضر ده اختفى بعد وفاتها على طول. طيب انت فاكر الحلقات اللي كنت بتعملها في البرنامج بتاعك القديم عن الاحتكار اللي بيحصل؟ وانا ممكن انسى الحلقات اللي كانت سبب في قفل برنامجي؟ طيب انت عندك دليل على الكلام اللي قلته وقتها؟ كان معايا ورق بالمعلومات اللي وصلت لها، بس اول ما حسيت ان الورق ده فيه خطر عليا اتخلصت منه. طب ممكن حضرتك تقولي ايه هي المعلومات دي وانا احاول اوصل لحاجه تثبتها؟ في سنه 2007 في حاجه غريبه كانت بتحصل. اربع شركات من اهم شركات الحديد في البلد اتباعت من اصحابها لاسباب مش واضحه. مره يقولوا شركه فلست، شركه تانيه اتعمل فيها تقرير خاص بسلامه العاملين وصاحبها اتسجن. الشركتين التانيين بقى نفس المصير. واللي بيعمل كده بيستفيد ايه؟ لما هيسيطر على اهم الشركات في البلد يقدر يتحكم في سعر السلعه ويتحكموا في اقتصاد البلد. المشكله بقى استاذ هلال ان اللي كانوا بيشتروا الشركات دي مالهمش اي علاقه بمجال الشركات، لا من قريب ولا من بعيد. فاكر راجل اللي اسمه محمد عبد المجيد؟ اه، ده المحبوس في قضيه كسب غير مشروع. هو ده. ده بقى كان فاترينه كبيره قوي ليهم، ده معهوش يشتري اوضه في شركه من الشركات دي. وضحوا بيه ورموه في السجن. استاذ هلال انا اسف، كان نفسي اساعدك بس للاسف انا معيش اي دليل ضد الناس دي. بعدين انا ما صدقت سابوني بقى ونسيوني، بقى ليا برنامجي والكاميرات عرفت طريقي. انا اسف. عندك ولاد يا ابراهيم؟ ايوه عندي. ربنا يخليك ليهم. حلمت طول عمري باليوم اللي يبقى لي فيه اب وام. لما جه اليوم ده طلعش حلم، طلع كابوس. ايوه زكي. انت فين يا نورهان؟ انا عايز اشوفك. ابو مصعب السن اتنين. بقولك اه ابو مصعب، هو انا كنت عايز اعرف كان انتوا ليه كارهابيين يعني وسطيين ليه بتسموا نفسكم دايما ابو حاجه يعني ابو مشعل ابو مصعب ابو رامي؟ ايه الفكره يعني؟ مش فاهم، مع ان انتوا بتتولدوا عادي مش ابو حد خالص. فشت ليه كده؟ انا بهزر معاك، ما فيش حاجه يعني. تشرب حاجه؟ خيرك سابق. اه انت بتعتبر ان قبضنا عليك يعني خير؟ ها، تصدق ان انت راجل محترم؟ اصدق طبعا، انا فعلا محترم. طبعا انت لو ما اقنعتش نفسك بكده يا ابو مصعب انت مش هتعرف تعيش. الحرامي مثلا وهو بيسرق بيدعي ان ربنا يسترها معاه، مع انه حرامي، ده مش غريب عليك يعني. بس انا مش حرامي. مين اللي بيساعدك في مصر يا ابو مصعب؟ انت مش شغال لوحدك يا ابو مصعب. مين؟ محدش بيساعدني. وريح نفسك يا باشا. هو
هو 25 على 2 يساوي كام؟ 12 ونص صح. انت كنت علم رياضه صح؟ بهزر معاك. طب ال 25 سنه دول ليه ناخدهم كلهم اذا كان ممكن نقسمهم على 2؟ ده يعني بفرض ان احنا فلتنا من حبل المشنقه، ودي انا ممكن اضمنها لك. انا قلت لحضرتك ما اعرفش حاجه. اقسم لك بالله العظيم لو حد غيري حقق معاك ما هضمن لك ايه اللي ممكن يحصل فيك. لاخر مره اسالك مين اللي بيساعدك جوه مصر؟ انت ما تسيبش عقلك يفكر، ما تسيبش عقلك يفكر، هيوديك في داهية عقلك. ده مين اللي بيساعدك في مصر؟ مين؟ مين؟ بسيوني ناصر. الوزير؟ معالي الوزير السابق؟ يا استاذ في اخبار اهو عن بيع الشركات اللي قالنا عليها ابراهيم رشدي. اهو ابراهيم رشدي يفضح احتكار الكبار لمصانع السلع الاساسيه. وفي خبر تاني اهو، محمد عبد المجيد يستحوذ على اكبر مصنع حديد في الشرق الاوسط بعد افلاس صاحبه. ما ده محمد اللي قالنا عليه ابراهيم رشدي. ما هو لما واحد يظهر فجاه ويتلمع واسمه اتحط على شركه واتنين اكيد في حاجه غلط. وكل في الاخر على حساب الغلابه. طب بصوا الخبر ده، البورصة بيزنس جديد لرجال الأعمال. طيب اتبعوا لي الأخبار دي ونزلوا لي أي معلومات تانية توصل. خير معليك. شهاب حامد اتكلم، قال إن بيموله دولة من الخارج وإن في شخصية مهمة سياسية من مصر كانت بتدعمه. بسيوني ناصر. لحقت تعرف؟ لأن ده نفس الاسم اللي اعترف بيه أبو مصعب. غريبة. كده ما بقتش غريبة يا فندم. كده بقت مترتبة. رؤوف. اشتغل على المعلومات اللي وصلتك. بسيوني ناصر يجي ويتحقق معاه النهارده حسب الاعترافات اللي عندنا. اللي تشوفه سعادتك. سوري وانا ما شفتش يوم حلو في حياتي. شفتش غير الذل والبهدله. لما كبرت شويه ما بقتش فاهمه اي حاجه خالص. انا بنت يتيمه ولا بنت حرام ولا ايه بالظبط؟ كنت دايما لما بشوف اي بنت ماسكه ايد مامتها بسأل أنا ليه مش زيها؟ عمري ما حسيت بحنية أب أو أخ ولا حتى أخت. ما حسيتش بطعم الحياة بجد غير وأنا في بيت الأستاذ هلال. ما بحسدك أصلاً إن أنت عايشة معاه في بيت واحد، بس أنا بغير برضه خلي بالك. دخلني بيته واعتبرني زي بنته، وهو السبب في إن أنا بطل الزفت اللي كنت باخده ده. على فكرة لو هو ما كانش خلاك تبطلي كنت أنا خليتك تبطلي. أنا مش قليل برضه، هما كده دايماً يقولوا لي الله عليك يا زومي عالمي. طيب بقى على فكرة يمكن بس تايهة، حتى بعد ما حياتي استقرت شوية برضو تايهة. طب ما ايه رأيك نتوه سوا؟ النبي يا زكي بطل هزارك ده. على فكرة انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. انا بحبك وعايز اتجوزك. انا عارف ان انا ممكن اكون فاجئتك يعني، بس هو انا كده ما بعرفش ازوق الكلام اللي بقوله. وشايف ان الراجل اللي بجد لما يحب واحدة لازم يروح يقول لها ويبين لها ان هو قد المسؤولية. وديني بينت اهو. الله عليك يا زوم عالمي. وصلنا المكان مصطفى مهران يا فندم.
يا هلال بيه، احنا عرفنا مكان مصطفى مهران. عنك انت يا دكتور، الشنطة تقيلة عليك. لا ما يصحش ما يصحش يا أستاذ زلال، أنا اللي هشيلها. لا 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 لا، أنا حالف، هتقع لي حلفاني ولا إيه؟ إيه ده؟ إيه أنت حلفت؟ مش عارف، أنا حاسس كده إن أنا حلفت. عايز مني إيه يا هلال؟ سيبني في حالي، أنا ما أعرفش حاجة. طب ما دام ما تعرفش حاجة، طلعت تكذب ليه في البرنامج؟ ما تخافش يا دكتور، إحنا معاك، ما حدش يقدر يهددك. قدروا خلاص. شفت؟ عشان ما جالناش من الأول. طب احنا هنفضل واقفين كده مش هنشرب حاجة؟ أيوة يا هلال، أنا اللي بعت لك المذكرات لما قريت مقالك الأخير وعرفت إنك بتدور على قاتل مريم. أنت جبت المذكرات دي منين؟ أنت ما قلتليش إن معاك نسخة. أنا حكيت لك قبل كده يا هلال إن مريم كتبت المذكرات دي كعلاج نفسي ليها وتفريغ لكل اللي جواها، وسابت لي نسخة بكل اللي كتبته. ده كان قبل الأحداث اللي بعتها لك في الجزء الأول. في الوقت ده مريم كانت فاقت واستجابت للعلاج وبقت أحسن كتير وبطلت تجيلي. بدأت تعمل حفلات عندها، محاولة منها إنها ترجع تاني للأضواء، لحد ما حصلت الأحداث الأخيرة ومريم رجعت لي تاني. اللي أنت كاتباه ده لو وقع في إيد أي حد أنت ممكن تروحي في داهية. أنا مش جايلك عشان تخوفني يا مصطفى، أنا ما بقتش بعرف أنام، ابتسام بقت بتظهر لي في كل أحلامي وبتستنجد بيا، ده غير ضغوطهم عليا عشان أشتغل معاهم. وما كانش في إيدي أي حاجة أعملها. مريم بعد كده تعبت وصرفت على علاجها كل اللي معاها، بس الدكاترة نصحوها إنها لازم تسافر برا لأن علاج حالتها جوه مصر ما منوش أي فايدة. طبعاً المسؤولين رفضوا سفرها على حساب الدولة. في الوقت ده أنا كنت في إنجلترا، جالي عرض بالتدريس في جامعة هناك. مريم بقى كانت خلاص ما بقاش فارق معها أي حاجة، خوفها ورعبها إنها تموت على إيديهم راح بعد مرضها اللي كان ممكن يقضي عليها لو ما تعالجتش. يعني هي فعلا كانت ناوية تنشر مذكراتها. أيوه، قررت إنها تفضحهم، ما بقاش عندها حاجة تبكي عليها. اتفقت مع صديق ليها اسمه لطفي الهلباوي إنه يصيغ لها المذكرات دي، وحكيت له على كل حاجة بالتفصيل. بعدها لطفي الهلباوي راح للبشوات وبلغهم بكل اللي قالته مريم. ساعتها اقتحموا الشقة عشان يدوروا على المذكرات. أيوه، بس النسخة الوحيدة اللي كتبتها مريم بخط إيديها كانت معايا أنا. جالها تهديدات من بسيوني إنها لازم تسكت يتحصل صاحبتها. يبقى ده الوقت اللي مريم راحت فيه الفندق. بالظبط، اضطرت تهرب لهناك واتصلت بيا وأنا في إنجلترا. أيوة يا مصطفى، أنا كتبت المذكرات بنفس طريقة رواية عوالم خفية. أنت الوحيد اللي هتقدر تحل الألغاز وتوصل للأدلة، لأنك قريت الرواية. أنا هشيل المذكرات في خزنة الفندق، هتيجي هتقول لهم اسمك هيدوك المذكرات. اسمعني يا مصطفى، أرجوك مفيش وقت، لو حصل لي أي حاجة طلع المذكرات وافضحهم كلهم، ما تسيبش حقي. أنت فعلا كنت هتنفذ كلامها وتفضح الناس دي؟ أنا الحقيقة وقتها ما فكرتش، ما عرفتش أفكر، كل هم إن أنا كنت رايحها وارضيها، بس ما كنتش عارف إنها ممكن توصل لقتلها. نهابها بعد كده استدعتني عشان ياخدوا أخوالي. وقتها بقى جالي بسيوني بنفسه وقال لي أقول إيه بالنص. أنت إزاي تبقى عارف المعلومات دي كلها وما تشهدش بيها؟ هددوني، هددوني بعيالي، أنا كنت مراقب ومهدد، لا عارف أعيش ولا عارف أشتغل. لا لا، أنا مش قد الناس دي. رحت وشهدت وأكدت في التحقيق إن مريم ارتحت علشان ما يأذونيش. بعد كده خدت أسرتي وسافرت على بره مصر لحد ما قررت إن أنا أرجع تاني. قلت خلاص أكيد الموضوع اتنسى، بسيوني كمان كانت شال من منصبه. ولما طلعت في البرنامج وقلت إنها انتحرت كنت تحت تهديد برضه؟ بسيوني ناصر ولطفي الهلباوي قولي
وهددوني واجبروني اني اطلع واقول الكلام ده. يبقى هو تتحرك دلوقتي حالا للارض على مسيوني. Thank you.